احتفالاً بانتصارات الجيش العربي السوري وتقديراً لتضحياته وإنجازاته، أقامت شبيبة قرية مشتعزار بالتعاون مع مغتربي وأهالي القرية حفلاً بعنوان حماة الديار لكم السلام، وذلك بحضور شخصيات دينية وأهلية ورياضية وفنية في كنيسة السيدة للروم الكاثوليك. كل سنة مثل هالوقت بنعمل ريسيتال من العيد بعيد السيدة. السنة الشباب والصبايا حبوا انه يكون مهدى للجيش العربي السوري لشكره وعلى تضحياته وعلى انه بفضله نحن رجع لنا الامان ورجعنا شوي شوي نحس بالحياة الاعتيادية اللي كنا عايشينها قبل. تعني لي كثير. اولا مهداة للجيش العربي السوري لرمزنا وعرضنا وشرفنا وكرامتنا واللي عم يعني يضحوا بارواحهم بسبيل انه نحن نعمل هذا الشيء ونعيش. تحيه لهم، تحيه لكل جندي بالجيش العربي السوري وبالدفاع الوطني وبالقوى الرديفه وبكل من يعني صادق سوريا بحق في عليها. التحيه واجلال طبعا كلها لقواتنا الباسلة، والله يرحم جميع الشهداء ويشفي جرحانا، وان شاء الله هالام السوريه يلي هي ربتنا لحب الوطن لحب تراب الوطن يرجع الامان لكل شبر بسوريا. ملامح الفرح كانت واضحة على وجوه الأهالي وضيوفهم أثناء تفاعلهم مع فرقة كورال الكنيسة الجامعة التي أنشدت باقة من الأغاني الوطنية المعروفة المهداة إلى أبطال الجيش الميامين. الحقيقة هذه مناسبة عزيزة جدا على قلوبنا، وهي مناسبة تأسيس الذكرى 72 لتأسيس الجيش العربي السوري، هالجيش اللي قدم كثير من التضحيات في سبيل أن يحمي تراب هذا الوطن. مهما قدمنا مهما اشتغلنا ما فينا نوفي حق كل فرد من أفراد هذا الجيش. عادة بالكنائس بتصير الاحتفالات الدينية، الاحتفالات الدينية المقدسة، وهالحفلة التكريم اليوم لجيشنا البطل بدل أنه الجيش السوري مقدس، جيشنا السوري جيش مقدس. سلام لجنوده، لصف ضباطه، لضباطه ولقاته، سلام لكل إنسان شريف وقف خلف الجيش وآمن فيه وآمن بالوطن. وفي ساحة كنيسة السيدة للروم الأرثوذكس أقام كشاف مشتعزار فعالية كيرمس للأطفال تخللته ألعاب ترفيهية وثقافية ورياضية تحاكي مختلف الفئات العمرية. القائمون والمشاركون في هذه الاحتفالية أكدوا أن الشعب والجيش السوري هم قوتان لا تقهران، وما قدمه الشهداء والجرحى فداء لكل ذرة تراب هو ضمان لاستمرار الحياة الآمنة وصون سوريا لتبقى عزيزة شامخة. من قرية مشتعزار في منطقة وادي النضارة، شيرين العلي، الإخبارية السورية.